أيمن. أيمن. إحنا النهاردة معانا تحدي، ده أول تحدي من نوعه أساساً، يعني هو تحدي الترمس. حد شاف الترمس قبل كده ولا لأ؟ ترمس، ناس ترمس. أيوة هو بقى في بعض الأرض. ترمس. الترمس بتاعنا بقى، التحدي بتاعنا على السرعة، اللي هيخلص الطبق بتاع الترمس ده الأول هو اللي هيبقى كسبان. تحدي السرعة. ايه بقى العقاب؟ هقول لكم العقاب. دخلنا في العقاب. العقاب اللي هيخسر هياكل قشر البتاع ده الترمس. يخسر. هتاكله كله ان شاء الله. ان شاء الله. اللي هي ناس هياكل القشر والترمس يا اخوانا. كله. ياكل القشر كله. يعني تاكل. نقزقز كده ونتف ولا ايه؟ كده ناكل. يعني بعد ما تطلع من بقك وتلفه ترجع تاكله. يعني اللي يتبقى مننا هناكله. لا. تاكل القشر حتى لو اتبقى منه. وطبق للقشر كمان. وجايب الطبق بتاع القشر عشان ناكله. طبق للاكل وطبق للقشر. طبعا. مش هنطول عليك. التحدي ده تحدي ايه؟ سرعة. هناكل سرعة. إيه؟ هنبدا التحدي مع بعض وهنشوف السرعة. استنى وناكل بيدنا الاثنين. طب لازم نقشر؟ عشان لو اتغلبت هتاكله. لو واحد هنجحد هيشتغل بايديه واسنانه. ما ناكل قشر من دلوقتي؟ لا. طب انا باكل القش الترمس، الترمس بيقشر. لا. التحدي بتاعنا ده على السرعة. يعني هاكل بسرعة بسرعة؟ يا جماعة ده كتير قوي. ده حلاوته. وناكل القشر كله اللي اتبقى؟ المغلوب ياكل القشر كله. اديكم شاهدين يا جماعه، المغلوب هياكل قشره كله وانا مش هتنزل عن ولا قشره. هديك القشر تاكله. طب ايه القشر بتاع الطبق ده وده؟ كله؟ انت ونصيبك لو جالي مزاج يعني. كله هيتاكل. بالراحه. نهار ابوه اللي هيتغلب. مش عارف نهار ابوه ايه، بس هيبقى نهار ابوه. صعب جدا. حبايه صغنونه لازم نقشر. احنا كاننا بنقشر لب. مش جايبين حاجه نقشر بيها بقك. انا باكل بيدي الاثنين. ما انا باكل. كده هو ايديا بتقشر وباكل على طول. حاجه جبتها. انت ما بحبش حاجه تقع مني بصراحه. شويه. شكرا. هشويك النهارده. شكرا. عفوا. طيب من ايه ده؟ هريكة. اما انت السينما؟ والله. غابت بعدين. شايفين؟ شكلك. احنا هنخلص بسرعه. ده هيتغلب. هيخليها هي تلعب كده كده. القشر ده بيروح من على دماغنا حتى لو اتغلب. هياكلك الطبقين. انا هكتم. هي تلعب. مش حاسه بحجم المسؤوليه. عارفه؟ قوم انت. تعبت. خد شويه معايا. لسه كنا حاجه. ما مش باكل. عارفين يا جماعه بامانه صعبه جدا، كانكم بتقزقزوا لب بس بسرعه.
تجيبه بسرعة ايه؟ خليني اتغلب هاكل العيش من ده كله ده لسه. انا شايلهولك شايلك كتير اهو. وانا هاكل لك. انا وانت من خلصت؟ بقه ده. ايه ده انت مدش تلب. هذا موضوع مرهق. على فكرة انا سريع جدا. شايفين؟ شايل اللوز. ما بعرفش بيجي الاول ويروح اللي هو ايه؟ اكل بسرعه؟ انت حتى تحدى عجيب منه؟ هتاكل الايش؟ لا انت اللي هتاكله. انا مركزه. ده شكلنا اللي هيكله. يعني من بقك يعني. دليل قالوا له بص القشره اهو انا اكتر منها بكتير. بص هي لسه ما عملتش حاجه. انا باكل وبرمي عليه. انا بقى مش هرميهم عليها انا هاكلهم لها. هاكلهم لك. اهو يا عيا انت اللي حكمت. اكل من بقك؟ لا اقرف طبعا. على فكرة شايفين يا اخوانا انا مش باكل بق. بصوا انا بقشر وباكل البتاع. انا باكل برجر. يا حلاوة يا حلاوة. طب ده تاخد مني كام دقيقة؟ ايه؟ تعرف احنا المفروض كنا عملنا بال طيب؟ بالوقت. لا انا هجيب من كده عشان هاكل القشرة. انا كله بعيش اللي انت كله. انا هخليهولي بقى. اه يا ركبي. اه يا ركبي. أطلع عشرة. أهو أهو ليه؟ من دلوقتي عشان ما يكتروا تاني؟ لا. فعلا هيك أنا شغالة. ايمن ايمن استنى اجيب لك دي بتاعتك. كده كده تاكليهم. لا مش باكل. انا مش باكل. طب اعمل ايه؟ الجيش قال ايه؟ اتفرج. يما انت بتاكل باجره. مش مين هو بتاكل باجره كذاب. يما ها كذاب. ده اكل وحش ما يتاكلش. ده حادق. حادق. حادق ايه؟ بتاكل بقشره يا اخي. ها عندي كتير. ها لا بتاكل بقشره. لا ما عمل ليش كتير جامد انا عندي. ها ما تحطش عندي. لا لا ما حطيتش. ما حطيتش. ما حطيتش عندي زي اصلاب. لا ما حطيتش مامانا. لا ما تكذبش كده انا عندي كتير. لا بتاكل بقشره. ها ايش اهو. لا باكل بقشره يا جماعه ده نصاب. ما انت مالك اكل بقشره مش انت تعالي. لا احنا عايزين القشره. هنزرع يا كتير.
لا 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 كده مش هلعب مش هتعاقب نحط زعاجة لا لا طلعيهم لا حطوا شوية يا جماعة على الكرسي جنبيها يلا طلعيهم مش دعوة كده. لا طلعيهم لا مين دعوة لا لا هتطلعيهم طلعيهم طلعيهم لا طلعيهم في تاني اهو اهو لا لا مش هتغلب لا مش طلعيهم لا يلا مفيش حاجة فيها شوية جنبيها الكرسي هتعاقب يا هتعاقب مش هتنزل في ثانية لا تعاقب يا معاقين تعطل عليهم وتعاقب يا مصر قبل ما اخلص كلهم ارحم ارحمهم كلهم في تاني ها في واحد على الكرسي لسه بقها ده غير حطيت شوية في الطبق بتاعي نصاب في واحدة في الطبق لا نصاب انا سويت لا نصاب مين في واحدة هي في واحدة في الطبق واحدة واحدة يتيمة كبيت الحاجة ماليش دعوة ده اخدت الطبق من الجنب وانا خلص ازاي خلصتنا لا انا ماليش دعوة حط لي الطبق استنى لسه انا هاكل طيب تاني اهو مش دعوة انا خلصت في شوية تانية جنبيها في شويتين واحدة كده ولا واحدة انا كسبت انا كسبت انا كسبت انا كسبت ايه ده الجو يعني ولا ايه؟ تحيا جمهورية مصر العربية اخذت الطبق اخذت الطبق ومشيت نووي حد يرمي هات ايه ولا هات انا وقت العقاب طب بصوا انا بص انا بص ثواني لا 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 ثواني ثواني انا ثنينا واكل الجيش بتاعه ثواني لا 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 بص بص بقى عشان بس عشان ايه ابص هي راميه البتاع بص الطبق بتاع القشر بتاعه قد ايه وهي الطبق بتاع القشر قد ايه طب يبقى كده مين اللي كسب انا اللي كسبت انا اللي قشرت اكتر منها ماليش دعوه هو لا احنا اتفقنا كان على كده على فكره هو كان بيضحك عليا ويعمل انتوا مش عارفين كان يجي كده وانا ملهيه وياكل اتنين تلاته كده بقشره طب لا لا انا عملت زيه هو بيحلل نفسه ويحلل لا انا مش عملت زيه مين اللي قشر اكتر انا قشرت اكتر منها بكتير بامانه بص الطبق بتاعي هنعرف لما نيجي في وقت العقاب بصي بص الطبق بتاعي انا قشرت قد ايه ماليش دعوه مالناش دعوه انا خلصت يلا بقى عشان تتعاقب يا جميل لا 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 يا عم انا عشان انا عندي ضمير وعندي ذمه وخدت الطبق من قدامي عشان ما اكلش انا يعني كنت ممكن اخلص قبليها بص يعني انا هخلصهم هو عندها طبق هي قدامها بص في اتنين هم في اتنين لو كليته بسرعه من ماشي يا معلم الصوب في اتنين فيها شويه الصوب بس صبر ايه انا وقت العقاب وهذا هو اللحظه الموعوده العقاب ما احنا امال ناكل بنشرب طب بامانه ان انا ما رضيتش اديله الطبق بتاعي ليه؟ لان انا عندي ضمير اكيد هيقرف طبعا ياكل من بقى حد فانا هخليه ياكل القشر بتاعه هذا هو العقاب بتاعنا القشر يا باشا اهو القشر بتاعه ياكله بس هو ده العقاب سهل جدا يلا مزمز فيه ايه ده؟ ده وحش ده وحش ده فيه ميه حاجات زي كده انا مالي في ميه في كاكا ماليش دعوه بسرعه حبيبي يلا يا بيبي يلا كله كله القشر حلو يغذي يا محمد هاي دخلتها وهنا بس والله ما سكتت احطها في قفايا بالحكي بالحكي علينا ولا باكل ايه؟ لا انا والشفايف قوي يلا حطها في قفايا يلا يلا انت اللي عليك انا ماليش دعوه انا ماليش دعوه لو كان عارفين لو كان كسب ما كانش رحمني كان متحالف لي يديني طبقه وطبقي هاتهم على بعض كده ووديها خليها تاكل تحيا جمهوريه مصر العربيه واحد فول واتنين طعميه يلا يلا بسرعه شايفين ده بزميتكم احلى حاجه هاتهم جامد كله كله كده عشان بس والله والله في الحقيقه انا مصدوم يا
انا المفروض ان انا اللي كسبان. يلا يا مظلوم ماما مستنيين العقاب. هي ما اعرفش غشتني ازاي الله اعلم. هي حاطه في شويه طبق تحدي كده. بصوا القشر والقشر هو القطه ما بتكدبش زي ما بيقول. انا بصراحه كنت باكل حاجات كتيره بقشرها. هي اكلتهم كلهم بقشرها. امال اتغلب يعني ينفع؟ اكل طب ايه شو ما كل ما تلموش وتعملوا عليا يلا كل لا سمعي مش هتدير عليا يلا يلا هما بابا لا اقرب يلا انا اكلت كتير كان طبقك يوم مش ممكن يعني واحنا بنعمل تعب ناكل قشره وبعد كده ناكل قشره اه تاكل القشر مالناش فيه انت كنت هترحمني ولو عجبكم الفيديو لا ثانيه واحده بس لا لا كمل العقاب لا لا كمل العقاب لا خلاص. كمل العقاب انا عرفت وهقوم شايفين شايفين اللي بتعملوا فيا ده كده يبقى انتصار كده هقدر عليها بقى انتصار يلا بقى انا استحميت بقشر ال خلاص هو استحمى واكله واكله وبقينا زي الفل ولو عجبكم الفيديو بتاعنا انزلوا اعملوا لنا ايه؟ اعملوا لنا لايك كده اعملوا لايك حلو دوسه كده بسيطه منك وحته تعليق حلو كده منك وايه تاني؟ وترموا القشر عليها والزر الاحمر ده الصغنن ده باللون الاحمر بتاعي كده دوس عليه هيبقى كده لونه حلو كده هيلعلع وما تنسوش تدوسوا على الجرس هو ده الجرس اللي عشان الجرس اهم حاجه الجرس ايوه الجرس اهم حاجه وبرده ترموا ده اول ما هترن علينا الجرس هتبصوا لو انا طالعين لكم من اي حته تكونوا فيها يعني مصباح علاء الدين ايوه احنا مصباح علاء الدين نطلع من اي حته منين هو احنا عفاريت نطلع ايوه هنطلع لكم من تحت الارض هنسيبكم يلا بابا